بتعمل حوار مهم جدا مع رئيس شركة هواوي الصينية. هذا العملاق الصيني اللي عامل ازعاج للإدارة الأمريكية، اللي كل شوية هيوقعوا عقوبات ويفرضوا عقوبات وما يدخلش، وهنعمل تكنولوجيا ايه العملاق. راح الأستاذ علاء التقى رئيس الشركة رين تشينج، رئيس شركة هواوي الصينية، وقابله في شينزن بجنوب الصين. اتكلم عن مصر كلام قوي، بس خليني قبل ما اقول لكم عن مصر عايزك حضرتك بس ايه شوف الراجل ده الميزانية بتاعت الشركة دي، تتكلم على اكتر موازنات دول، يعني في دول ما عندهاش عشر ميزانية هذه الشركة. شايفين يعني البساطة، البساطة. جماعة الصينيين دول يحبوا يشتغلوا شغل، الموضوع شغلانة. احنا عملنا ايه ووصلنا ليه وبقت الشركة النهاردة دي حول العالم بتعمل ايه، بتكسب قد ايه. فقال لك انه مصر واحدة من الحضارات الاربع. وبحيي الاستاذ علاء ثابت بصراحة، لانه دي كمان مهمة، لانه ده اول حوار مع اي صحيفة عربية، اول مرة هذا الرجل يلتقي. ما عندوش وقت الرجل، يعني وقته بيبقى بفلوس، يعني الوقت عنده فعلا بفلوس. الناس زي كده بيبقى حاسب الموضوع، اتكلم قد ايه، اعمل شغلانه، اعمل اتصالات، اعمل لقاءات، هتجيب لي فلوس قد كده. فبالنسبه لهم بتبقى العمليه ايه، لكن لا بتكلم على الاهرام، فالاهرام يعني جورنال المهم. فطبعا فاول مره يكون حوار مع اي جورنال في المنطقه العربيه او اي صحيفه ناطقه بالعربيه. قال انه مصر واحده من الحضارات الاربع القديمه، واليوم تمثل مصر قوه سياسيه واقتصاديه كبيره في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في ظل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسه الاتحاد الافريقي منذ فبراير الماضي. اكد الاقتصادي البارز حاجه مصر القويه الى زياده الاستثمار في البنيه التحتيه، الى جانب التقنيات الحديثه من خلال اقامه منصه مركز البيانات الوطنيه، تعزيز التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الحوسبه والسحابيه. قال تشينج في حديثه مع رئيس تحرير الاهرام: نتابع عن كثب كيف بدات مصر في تنفيذ استراتيجيه للتنميه المستدامه 2030 منذ مارس 16، وهو يرى أن التحول الرقمي للاقتصاد والصناعات في مصر سوف يمثل أهمية كبرى داخل مصر، تحديدا قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يظل هو العامل الرئيسي وراء تمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات. أبدأ رئيس ومؤسس شركة هواوي الصينية دعم مصر بكل ما تملكه شركته من تقنيات وقدرات، خاصة على مستوى التقنيات الحديثة التي لا تزال ضمن خطة الشركة السنوات المقبلة، مثل تقنية الجيل الخامس الذي يساهم في سد الفجوة الرقمية، وهو أحد الأمور المهمة التي يجب النظر إليها بقوة في مصر. وأكد زيادة معدلات مساهمة الشركة في تطوير التعليم والتدريب في مصر باستخدام مختلف التقنيات المتقدمة. تعهد تشينج بمواصلة دعم المطورين المصريين والعمل على جذب المزيد منهم إلى نظم ومشاريع الشركة، وكذلك دعمهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة، إلى جانب التركيز على التعليم لأنه الأساس والمفتاح الرئيسي لإنعاش البلاد. وقال تشينج: نعرف أن الشعب المصري الذي بنى الأهرامات ومكتبة الإسكندرية وشق قناة السويس وغيرها من المشاريع الكبرى العظيمة قادر على مواصلة العطاء والإنجازات. أكد أننا نشعر بالمسؤولية الاجتماعية تجاه إفريقيا، ولدينا خطة خاصة بها في المستقبل، خاصة أن هناك كثير من الدول الإفريقية تعمل على تحقيق نهضة مستدامة، ولكن لا يمكن فصل التطور السريع لإفريقيا عن الاستثمار الإيجابي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قال أن العقوبات الأمريكية لن تعرقل تقدمنا بل أفادتنا كثيرا، ندعم مصر بكل قدراتنا ونساند المطورين المصريين لإنشاء مشروعاتهم الخاصة. التجربة المصرية في التحول الرقمي سيكون لها تأثيرا كبيرا على إفريقيا والشرق الأوسط. لا علاقة للعقوبات الأمريكية على هواوي بالمباحثات بين بكين وواشنطن.
ده يمكن جانب من الحوار، حوار مطول وحوار مهم وفيه معلومات كثيرة مهمة بصراحة.